احمد الشيخ مش هيكون موجود من مباراه بكره امام الترسانه، طبعا بعد ما غاب عن مران الجماعي النهارده عن الفريق، بيأدي بعض الجلسات او بعض التمرينات في الجيم على هامش طبعا مران الفريق. طبعا عارفين ان احمد الشيخ برضو زي اجاي كده كان بيشتكي من بعض الاجهاد العضلي، عمل شويه اختبارات طبيه قبل انطلاق المران الجماعي النهارده وخضع لجلسه في الجيم، لكن احمد طبعا مش موجود. ما الاصابه مش اصابه، يعني احنا خلينا نقول اجهاد كبير جدا، اعتقد يوم يعني يومين ثلاثه ويرجع لحالته الطبيعيه، بس هو احمد الشيخ مش هيكون موجود بكره في مباراه نادي الترسانه.